بسم الله الرحمن الرحيم، ألتقي بكم من جديد أعزائي التلاميذ من خلال درس النقابات ومنظمات المهنية، وهو درس ينتمي لمكون تربية على المواطنة لفائدة التلاميذ مستوى الثانية ثانوي الإعدادي. ترتيب الدرس في المقرر رقم 10، وأؤكد من مرة أخرى على ضرورة أن يكون الكتاب المدرسي برفقتكم لكي تتابعوا معي الشرح من خلال الوثائق. إذن تعرفنا سابقا على درس الأحزاب السياسية ودورها في تمثيل المواطنين وأيضا في تأطير المواطنين، بحيث أنه الحزب له دور أساسي في العمل السياسي أو في التنظيمات السياسية داخل البلاد. والمغرب يعرف نظام التعددية الحزبية، بحيث أنه مجموعة من الأحزاب السياسية في المغرب تشارك في الانتخابات، ويبقى تعدد الأحزاب مبدأ من مبادئ الديمقراطية. ثم أيضا يعني أن الأحزاب السياسية لها دور كبير في العمل السياسي، ويبقى أيضا الانخراط في الأحزاب أو انضمام للأحزاب حق من الحقوق السياسية التي يسمح بها لأي مواطن. هناك تنظيمات أخرى أيضا وتعتبر حق من الحقوق السياسية هو الانتماء إلى النقابات المهنية. إذن فماذا نقصد بالنقابات؟ ما الأدوار التي تقوم بها النقابات المهنية، وكيف تعمل النقابات على النهوض بمستوى الطبقة العاملة وتلبية مطالب الطبقة العاملة، وما هي شروط تأسيس النقابات؟ وهذه هي النقاط التي سنتوقف عندها بالنسبة لدرس النقابات والمنظمات المهنية. أول نقطة سنقف عندها هي مفهوم النقابة والمنظمات المهنية، أو الفرق بين النقابات والمنظمات المهنية وشروط تأسيسها. إذن من أجل استخلاص مفهوم للنقابة أو الفرق بين النقابة والتنظيمات المهنية، لدينا وثيقة عبارة عن مادة قانونية، وثيقة رقم 1. من خلالها نستنتج أن النقابة عبارة عن تنظيم قانوني يتكون من أشخاص يتعاطون لمهنة واحدة أو مهن متقاربة أو صناعة أو حرفة مرتبطة بعضها ببعض، بمعنى أن النقابة هي تنظيم أو هيئة لها قواعدها القانونية أو تنظيمها القانوني الذي ينظمها. النقابة تمثل الطبقة العاملة وتعمل على خدمة أو تلبية مطالب هذه النقابة عن طريق محاولة تحسين ظروف عمل المنخرطين العمال على المستوى القانوني أو المادي. عندما أقول المستوى القانوني والمادي، كرفع مستوى الأجور، تثبيت ساعات العمل، تحسين ظروف العمل بالنسبة للطبقة العاملة، تمكينهم من الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، لأن هذه من بين المطالب الأساسية دائما التي تطالب بها النقابات. كأمثلة أعطيكم أمثلة عن بعض النقابات المهنية. لدينا في المغرب الاتحاد العام الشغالي للمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية للتعليم العالي، النقابة الوطنية للصحافة المغربية، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام. إذن هذه أمثلة فقط عن بعض النقابات المهنية، هناك أمثلة أخرى عنها. ننتقل إلى التنظيمات المهنية. إذن التنظيمات المهنية هي اتحادات ومنظمات تضم أشخاصا يشتغلون في مهنة واحدة وتسعى للحفاظ على شرف المهنة والارتقاء بمستواها
كما تسعى للحفاظ على مصالح أعضائها. إذا تنظيمات مهنية، إذا هي بدورها تسعى لخدمة مصالح الطبقة العاملة التي تنتمي لمهنة واحدة أو مهنة معينة، والهدف يبقى هو تحسين مستوى الخدمات بالنسبة لهذه المهنة، بحيث أنه المنظمات المهنية وخلافا للنقابات يعني تعمل على أو تمثل الطبقة العاملة أمام السلطة العمومية في المعارض، تعمل على تنظيم دورات مثلا للتكوين بالنسبة للمنخرطين، تقدم خدمات للدعم والمشورة في المجال المهني. إذا بالتالي أنه هناك فرق بين النقابة والتنظيمات المهنية على مستوى الأهداف. فالتنظيمات المهنية إذا تعمل على يعني تحسين مستوى الخدمات بالنسبة للطبقة العاملة، بينما النقابات إذا فهي تعمل على تحسين ظروف العمل بالنسبة للطبقة العاملة، لا على المستوى القانوني والمادي. إذا أيضا أعطيكم أمثلة عن بعض المنظمات المهنية التي تقدم خدمات لمنخرطيها، كهناك لدينا الجمعية المغربية لأرباب سفن الصيد في أعالي البحار، هناك جمعية منتجي الحوامض، هناك الجمعية المغربية لصناعة النسيج والملابس، هناك جمعية الصناعة الفندقية. إذا تلاحظون أنه يعني كل تنظيم منظمة مهنية إذا ف يعني منخرطوها ينتمون إلى مهنة معينة. إذا رأينا منتجي صناعة المنتجي أو أرباب سفن الصيد في أعالي البحار، هناك منتجي الحوامض، هناك صناعة النسيج والملابس. إذا فكل تنظيم مهني أو منظمة مهنية تمثل أصحاب مهنة معينة أو مهنة واحدة، وهذه المنظمات المهنية قلت يعني تركز على خدمة أصحاب المنخرطين والارتقاء بمستواهم والحفاظ على مصالحهم، خلافا للنقابة التي تعمل على تحسين مستوى العمل القانوني والمادي للطبقة العاملة. إجمالا فالنقابات، أعود إلى النقابات، النقابة يعني لها مجموعة من الأهداف، من بينها نذكر تنظيم العمال والموظفين والحرفيين والمهنيين وتمثيلهم. إذا النقابة تنظم العمال وتمثلهم، يعني تمثيلهم بطبيعة الحال أمام السلطات العمومية أو أمام يعني في حالة دخول في حوار مع مسؤولين أو مع أرباب العمل. من جهة ثانية تعمل النقابات، أقول نقابات وليس التنظيمات المهنية، إنما النقابات، على الاطلاع على الصعوبات ومشاكل المنخرطين المادية والاجتماعية ودراستها ثم تحويلها إلى مطالب. إذا هي الصعوبات، يعني الصعوبات والمشاكل المطروحة أمام الطبقة العاملة، إما مشاكل لها علاقة بمستوى الأجور أو بعدد ساعات العمل أو ب الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي أو بظروف العمل إجمالا. إذا هذه المطالب يتم رفعها إلى المسؤولين من طرف النقابة. النقابات تعمل على حث أرباب العمل والمسؤولين على تلبية مطالب هؤلاء المنخرطين، والقيام أيضا بأنشطة اجتماعية يستفيد منها المنخرطون كصناديق التقاعد. ننتقل في النشاط الثاني إلى شروط تأسيس النقابات من خلال الوثيقة رقم 2، عبارة عن نص. إذا نفس الشيء رأينا بالنسبة للأحزاب، إذا هناك شروط لتأسيس الأحزاب، فالنقابات أيضا لها شروط، يعني شروط من أجل تأسيسها. إذا فممثل كل نقابة عند تأسيسها ينبغي لهم أن يودعوا أو يضعوا لدى السلطة الإدارية المحلية ملفا يتضمن القانون الأساسي للنقابة،
النقابة التي ينوون تأسيسها. وهذا القانون يحدد فيه أو يتم تحديد التنظيم الداخلي للنقابة وشروط تعيين الأعضاء المكلفين بإدارتها أو تسييرها، وكذا شروط الانخراط فيها والانسحاب منها، كما يتضمن الطلب أو الملف اللي هو عبارة عن طلب لتأسيس نقابة، يتضمن أيضا قائمة كاملة الأشخاص الذين عهد إليهم بتدبير شؤونها أو إدارة هذه النقابة وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. طبيعة الحال الأعضاء المسيرين ينبغي أن تكون، أكيد أنه ينبغي أن تكون جنسيتهم مغربية وبلغوا سن الرشد، وغير ممنوعين من العمل النقابي مثلا كرجال السلطة. بالنسبة للنشاط الثالث فهو يتعلق بأساليب العمل النقابي. كما أشرنا سابقا بأنه النقابات المهنية يعني تستهدف النهوض بالطبقة العاملة وتلبية مطالب الطبقة العاملة وتقديم مطالبها إلى المسؤولين، يعني إلى أرباب العمل من جهة أو إلى المسؤولين يعني إلى الحكومة. ومن أجل تحقيق ذلك هناك مجموعة من الوسائل التي تعمد إليها هذه النقابات. إذا الوسيلة الأولى هو الحوار أو التفاوض، حيث يتم فتح حوار بين النقابة وأرباب العمل أو المسؤولين. إذا هناك حوارات مع الحكومة كما لديكم مثلا في الصورة رقم 3، عبارة عن رسم لجلسة حوار بين الحكومة والنقابات. ممكن أن النقابات تفتح حوار مع الحكومة من أجل مثلا المطالبة بالزيادة بالأجور، أو فتح حوار مع أرباب العمل يعني أصحاب الشركات والمقاولات. إذا هي أول وسيلة أساسية تستعملها النقابة لطرح مطالبها. إذا لم ينجح الحوار أو التفاوض مع المسؤولين وأرباب العمل، تلجأ النقابات أحيانا إلى الإضراب، والإضراب المقصود به هو التوقف عن العمل، يعني هي كورقة ضغط أو وسيلة للضغط على أرباب العمل من أجل تحقيق مطالب الطبقة العاملة. إذا هذا في حالة إذا لم يتم التوصل إلى حل من خلال الحوار. ثالثا هناك ما يسمى بفاتح ماي، استعراضات فاتح ماي. إذا فاتح ماي اعتمد كعيد للعمال في مختلف بقاع العالم، والمرجعية التاريخية لاختيار هذا اليوم يعود إلى سنة 1886، حيث خرج الآلاف تقريبا 200,000 عامل أمريكي من أجل المطالبة بتقليل ساعات العمل إلى 8 ساعات عوض 13 ساعة. منذ ذلك الحين تم اختيار الفاتح من شهر ماي كعيد للعمال، بحيث أنه طبعا في مختلف دول العالم يصبح عيد عالمي للشغل على المستوى الدولي. ودائما في هذا اليوم يحتفل النقابيون بعيد العمال، و يعني تكون فرصة للطبقة العاملة بحيث تعبر في هذا اليوم عن مطالبها بوسائل مختلفة، منها رفع اللافتات أو ترديد الشعارات، وذلك من خلال مسيرات تجوب أهم الشوارع. إذا كخاتمة لهذا الدرس، نقابات تعتبر الانخراط انضمام للنقابات أو المنظمات المهنية أو العمل النقابي بصفة عامة يعتبر حقا من الحقوق السياسية التي يتيحها القانون أو القوانين لأي مواطن، بحيث أن الدور الأساسي للنقابات المهنية هو حفظ حقوق
المنخرطين هنا العمال الطبقة العاملة وخدمة وتحقيق مطالبهم متعلقة بنواحي مختلفة مادية أو قانونية أو اجتماعية. وإذن هذا هو الدور الأساسي للنقابات. أتمنى أن أكون قد وفقت في شرح هذا الدرس، وينبغي عليكم نقل هذه المضامين في الدفتر بعد الانتهاء من مشاهدة الشريط.